الحريري يطالب بتدخل دولي لمنع التصعيد على الحدود مع إسرائيل. المفوضية الأوروبية تدرس توفير صندوق طوارئ لمواجهة تنفيذ البريكزيت بدون اتفاق. الصين تشكر الولايات المتحدة بشأن رسوم الواردات أمام منظمة التجارة العالمية. السابعة صباحا الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن إسرائيل اخترقت الخطوط الحمراء وتخطت حدودها بعد التصعيد العسكري على الحدود الجنوبية. وخلال مؤتمر صحفي في بعبدة أشار الحريري إلى أن الاتصالات التي أجراها لوقف العدوان تأتي في إطار واجبه لحماية البلاد. أعلن الجيش اليمني إسقاط طائرة مسيرة حوثية في مدينة حرد بمحافظة حجة، وأوضحت مصادر يمنية عسكرية أن الطائرة الحوثية المسيرة حاولت استهداف مناطق سكنية بعد أن استعدها الجيش الأسبوع الماضي من قبضة الحوثيين. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء نقل 1600 نازح داخل العراق في إطار سعي السلطات لإغلاق المخيمات بشكل عاجل. وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق مارتا رويتس إن عمليات النقل تتم بدون ضمان عودة الخدمات الأساسية للمدن المتضررة من الحرب ضد تنظيم داعش، فضلا عن انتشار الألغام فيها. أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران ستعلن عن خطواتها الثالثة لتقليص التزامها بالاتفاق النووي غدا الأربعاء. وقال ظريف في تصريحات من موسكو إنه سيبلغ الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة على أن تبدأ طهران تطبيقها يوم الجمعة المقبل. وأكد ظريف أن إيران ستلتزم بشروط الاتفاق النووي إذا نفذ الأوروبيون تعهداتهم. تدرس المفوضية الأوروبية توفير صندوق طوارئ لمواجهة الكوارث في الاتحاد الأوروبي في حال خروج بريطانيا من دون اتفاق. وجاء في المقترح الذي نشرته المفوضية أن صندوق الطوارئ سيكون بإمكانه تزويد الدول الأعضاء بالمساعدة المالية لتغطية الأعباء التي تتكبدها. ومن المقرر أن تجتمع المفوضية الأوروبية غدا الأربعاء لبحث سبل تخطي هذه الأزمة. تقدمت الصين بشكوى ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق برسوم الواردات الأمريكية. وقالت وزارة التجارة الصينية إن إجراءات الرسوم الأخيرة تنتهك الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الصين والولايات المتحدة خلال اجتماعهما في أوساكا، مضيفة أن الصين ستدافع عن حقوقها القانونية بما يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.